رعايتك أثناء فترة الحمل. سيكون هناك عدد من المواعيد لديك أثناء فترة الحمل. فيما يلي بعض المعلومات المتوقعة: خلال فترة الحمل من 4 إلى 10 أسابيع ستستلمين موعدك الأول عندما تستلم خدمة الولادة إحالتك. قد يكون هذا الموعد مباشرة أو عن طريق التلفون. في الموعد الأول سيتم التعرف على أي معلومات سابقة حول صحتك أثناء فترة الحمل، وستحصلين على بعض المعلومات الصحية المتعلقة بالحمل، وسنناقش الرعاية التي تستلمين أثناء فترة الحمل، وستحصلين على شهادة إحفاء المتعلقة بالعلاج فترة الحمل تسمى FW8. يمكنك الحصول على الوصفات الطبية المجانية وخدمات طب الأسنان المجانية. قد يتم في هذا الموعد فحوصة الدم والبول وضغط الدم، قياس الطول والوزن. إذا لم يتم هذه الفحوصات سيتم إكمالها في موعد لاحق. خلال فترة الحمل من 12 إلى 14 أسبوعاً ستحدد لك الأشعة تاريخ لموعد الولادة المحتمل. إذا قبلت فحص لمعرفة إذا جنينك عنده أو عندها أعراض وراثية مثل داونز، إدواردز وفاتو سيندرومز، فسيتم مناقشة هذا الأمر معك وسيتم الفحص لذلك في هذا الموعد في الأسبوع 16 من فترة الحمل. سيكون معك موعد مع ممرضة التوليد المعينة، وستناقش معك نتائج فحص الدم، وستذكرك بتداول مكملات فيتامين دي وبرامج التطعيمات حتى تتمكنين أنت وجنينك من الحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية. في فترة الحمل من 18 إلى 20 أسبوعاً سيؤخذ فحص بالأشعة أكثر تفصيلاً يسمى أناملي في هذا الموعد. خلال 25 أسبوعاً من فترة الحمل تتوقعي فحوصات منتظمة من قبل ممرضات التوليد خلال كل أسبوعين أو 3 أسابيع إلى وقت الولادة. في حالة لم يتم تواصلك مع ممرضة التوليد منذ وقت مواعيد الأشعة وأنت ما زلت تحت رعايتنا، الرجاء التواصل على هذا الرقم التلفوني 0121-507-3774 حتى نناقش معك هذا الأمر. شكرا لك.